السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في المباشر من مقر مندوبية الأوقاف الشؤون الإسلامية بمدينة ديال سطات، بحضور أئمة مختصين مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية وعدول لمراقبة شهر هلال شهر رمضان الكريم، يعني على المباشر، يعني بحضور لجنة مختصة، يعني أئمة لمراقبة هلال الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك. الآن متابعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في على العاجل وعلى المباشر من المدينة ديال سطات، من مقر مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية، لجنة مختصة من الأئمة ناس مختصين مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بسطات لمراقبة شهر هلال شهر رمضان المبارك، هلال شهر رمضان المبارك. يعني كتدار في هذه الأثناء يعني استشارات و يعني من أعلى قمة من مقر مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بسطات، شكر موصول للأطر مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بسطات يعني لمراقبة شهر هلال رمضان شهر رمضان المبارك، يعني في هذا الأثناء على المباشر متابعينا الأوفياء القناة شوف تي في، بقي لحد الساعة يعني لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان. سي حمزة الغندور بقي يعني استشارات من طرف أئمة مؤدين لجنة مختلطة اللي كتراقب هاد العملية ديال هلال شهر رمضان المبارك، بقي لحد الساعة يعني متابعينا مشاهدينا الأوفياء يعني مشاورات ما بين هذه اللجنة المختصة اللي كتجمع ما بين أئمة لازالت لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان الكريم. لحد ساعة متابعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في يعني على مباشر من مقر من قلب مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بسطات لازالت يعني لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سيد حسين. يعني لحد الآن لازالت لم تثبت رؤية شهر هلال شهر رمضان، يعني لجنة مختصة مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة ديال سطات، وهذه اللجنة اللي فيها أئمة فيها يعني ناس ذوي الاختصاص لحد ساعة يعني لا زالت لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان الكريم. يعني مفاوضات ما بين هاد يعني استشارات
لرؤية هلال شهر رمضان الكريم. بقي لحد الساعة لم تثبت الرؤية من مقر مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة ديال سطات، بحضور يعني بأطر لجنة مختصة من المندوبية ديال الأوقاف والشؤون الإسلامية، أئمة اللي كيحاولوا يعني فهاد الأثناء أنهم يعني فهاد الأثناء كيحاولوا مراقبة ورؤية هلال شهر رمضان الكريم، واللي لازالت يعني لحد ساعة لم تثبت الرؤية ديال هذا شهر رمضان الكريم. شوفوا يعني لازالت يعني لم يتأكد بعد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان الكريم. طبعا لحد ساعة متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في، يعني لحد ساعة متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في، يعني لحد ساعة يعني لا زالت لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان، هلال شهر رمضان كتشوفوا المباشر متابعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر من أعلى يعني قمة. يعني لحد الساعة لا زالت يعني لم تثبت، يعني لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان الكريم يعني من أعلى قمة من مندوبية ديال الأوقاف والشؤون الإسلامية سطات، اللجنة يعني اللي هي فيها حضور يعني أئمة قيمين دينيين عدول بمدينة سطات. لحد ساعة متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في لا زالت لم تتأكد بعد يعني رؤية هلال شهر رمضان الكريم. يعني ما زالت يعني مشاورات ما بين هذه اللجنة العلمية اللي مشكلة من أئمة قيمين دينيين أطر من مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة ديال سطات، والشكر موصول للمندوبية ديال الأوقاف والشؤون الإسلامية بسطات اللي يعني كيف كتشوفوا يعني على المباشر متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في لازال لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان الكريم. يعني كنا نقول لكم عواشر مباركة، كنقول لكم عواشر مباركة كيف ما كتشوفوا يعني اللجنة العلمية المختصة، اللجنة العلمية المختصة اللي مشكلة من أطر مندوبية ديال الأوقاف، لا زالت لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان. يعني باقي ما تثبتش رؤية هلال شهر رمضان الكريم، لا زالت لم تثبت الرؤية ديال هلال شهر رمضان الكريم من أعلى مكان بالمندوبية ديال الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة ديال سطات، يعني أطر من المندوبية قيمين دينيين أئمة، يعني كيف ما كتشوفوا يعني على المباشر كيحاولوا أنهم كيشوفوا
من جميع الاتجاهات، يعني كيشوفوا من جميع الاتجاهات، يعني كيشوفوا من جميع الاتجاهات اللي يحاولوا انه يكون ثبوت هذا الرؤيه ديال شهر رمضان الكريم، ولكن لحد الساعه لا زالت لم تثبت رؤيه هلال شهر رمضان الكريم. سي اشرف اشرف عائشه لا باقي ما تبتش الرؤيه ديال الهلال ديال شهر رمضان الكريم. كيف ما تكلمنا يعني الشكر موصول للمندوبيه ديال الاوقاف والشؤون الاسلاميه بسطاس اللي يعني لازالوا هاد اللجنه المختصه اللي مشكله من قيمين دينيين ومشكله من ائمه، يعني مشكله من ائمه ومن قيمين دينيين، محاولة لكشف خديجة عيشة أكيد لحد ساعة لا زالت لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان الكريم. العفو سي محسن بكر، لحد ساعة كيف ما كتشوفوا يعني على المباشر متابعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر، يعني لا زالت لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان الكريم من أعلى قمة من قلب المندوبية ديال الأوقاف والشؤون الإسلامية بسطاس اللي الشكر موصول لها اللي سحت لنا هاد الفرصة ديال المراقبة ديال شهر رمضان الكريم. هلال شهر رمضان الكريم ربما انه مع الغمام ومع هذه الحاله ديال هذه الاجواء هي اللي تعذر معها الرؤيه، هي اللي تعذرت الرؤيه، هي اللي تعذرت الرؤيه ديال هلال ديال هذا الشهر رمضان الكريم. لا زالت سي محمد لا زالت لم تثبت رؤيه هلال شهر رمضان الكريم. هذه اللجنه اللي هي مشكله من عدول ومشكله من ائمه ومشكله من قيمين دينيين بمندوبيه الاوقاف والشؤون الاسلاميه اللي كتحاول انها كتراقب هذه الرؤيه ديال شهر رمضان الكريم، ولحد الساعه يعني لا زالت لم تثبت رؤيه هلال شهر رمضان الكريم. هلال شهر رمضان الكريم مازال ما تبتاتش الرؤية. شكرا سي احمد معاشو. لا مازال الحيلة مازال ما تبتش الرؤية ديالو، مازال ما تبتش الرؤية ديالو. احنا بقلب المندوبية ديال الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة ديال سطاس واللي مازال يعني ما تمثلتش الرؤية ديال الهلال، هلال شهر رمضان الكريم. هلال شهر رمضان الكريم كنحاولوا أننا نقلوا لكم مراقبة رؤية شهر رمضان الكريم من القلب ديال كيف كتشوفوا يعني الاعضاء ديال هذه اللجنه المختصه، اعضاء ديال هذه اللجنه المختصه اللي مشكله من عدول، مشكله من قيمين دينيين، ائمه اللي كيحاولوا انهم يشوفوا الرؤيه ديال هلال شهر رمضان، ولكن باقي لم يثبت رؤيه هلال شهر رمضان الكريم. هلال شهر رمضان الكريم لحد الساعة يعني لا زالت لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان الكريم. كنحاولوا نقلوا لكم على المباشر من القلب ديال المندوبية ديال الأوقاف والشؤون الإسلامية بحضور لجنة مختصة، لجنة علمية يعني مختصة، لجنة علمية مختصة مشكلة من عدول، من قيمين دينيين، من مختصين يعني من مختصين بمندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية اللي كيحاولوا أنهم كيتأكدوا من رؤية هلال شهر رمضان الكريم في جميع الاتجاهات
ولكن لحد الساعة يعني لا زالت لم تثبت رؤية هلال شهر هلال شهر رمضان الكريم. حمزة الغندر واخا طلع في السطح اخويا، حنا طالعين مع لجنة علمية مختصة يعني بحضور أئمة لمراقبة هلال شهر هذا رمضان الكريم، ولكن يعني أئمة قيمين دينيين يعني كنحاولوا ننقلوا لكم هذا ننقلوا لكم على المباشر. بالفعل سي بهاء الدين سي محمد بهاء الدين، الشكر موصول للمندوبيه ديال الاوقاف والشؤون الاسلاميه بسطاس ولجميع الاطر ديالها والموظفين ديالها واللجنه العلميه المكلفه بمراقبه الهلال. الشكر موصول لهاد الناس ديال مندوبيه الاوقاف والشؤون الاسلاميه بسطاس والاطر ديالها، الموظفين واللجنه العلميه المكلفه يعني بمراقبه هلال شهر رمضان اللي يعني حاولوا اننا تاحوا لنا الفرصه اننا نتقاسموا يعني معكم يعني نتقاسموا معكم هذه الرؤيه ديال هذا الهلال ديال شهر رمضان الكريم، واللي لازالت لحد الساعه لم تثبت رؤيته. اهل الله علينا وعليكم بالخير والبركه. وبالفعل سي احمد اميره راه صعيب يبان في هذه الغيوم، على الاقل لا صعيب يبان يعني كاين الغيوم تلبي السماء راه بلا تيليسكوب راه قال لك صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، يعني غير بالرؤيه، الرؤيه راه كتكون بالعين المجرده وذوي الاختصاص. هذا الشيء اللي يعني صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، مازال ما كاين حتى شي حاجه، مازال ما كاين حتى شي حاجه يعني في اطار، مازال ما كاين حتى شي حاجه يعني. كنحاولوا ننقلوا لكم متابعينا ومشاهدينا الاوفياء لقناه شوف تي في. لا 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 مازال ما ثبتش الرؤيه. لحد ساعة لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان، خصوصا يعني مع هاد الغيوم اللي كتغطي السماء ديال يعني اللي تغطي السماء المدينة، تغطي سماء المدينة. كنحاولوا ننقلوا لكم مشاهدينا متابعينا الأوفياء قناة شوف تي في على المباشر من القلب ديال المندوبية ديال الأوقاف والشؤون الإسلامية بسطات، يعني مقر المندوبية ديال الأوقاف والشؤون الإسلامية بسطات، يعني كنحاولوا ننقلوا لكم هذا الأجواء من قلب المندوبية ديال الأوقاف والشؤون الإسلامية بسطات اللي كنقلوا لكم العمليه ديال مراقبه هلال شهر رمضان المبارك من طرف واحد اللجنه علميه مختصه، مشكله من عدول، مشكله من ائمه مؤذنين قيمين دينيين اللي يعني قيمين دينيين اطر من مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية. لحد ساعة تعذر رؤية الهلال ديال شهر رمضان المبارك، رؤية ديال شهر رمضان المبارك تعذرت الرؤية ديال الهلال ديال شهر رمضان المبارك. كنحاولوا ننقلوا لكم متابعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في يعني على المباشر من مقر المندوبية الإقليمية للأوقاف والشؤون الإسلامية، يعني مقر المندوبية للأوقاف والشؤون الإسلامية ومع هذه اللجنة العلمية المختصة، اللجنة العلمية المختصة، اللجنة العلمية المختصة. إذا تعذر رؤية
الهلال ديال شهر رمضان المبارك من مقر المندوبية الإقليمية للشؤون، مندوبية أوقاف الشؤون الإسلامية. مبارك. يعني كيف ما تكلمنا، يعني كيف ما كتشوفوا على المباشر متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه تشوف تي في على المباشر من القلب ديال المندوبيه ديال الاوقاف والشؤون الاسلاميه، يعني في هذه الاثناء تعذر رؤيه هلال شهر رمضان. يعني الشكر موصول للمندوبيه ديال الاوقاف والشؤون الاسلاميه، اللجنه العلميه المختصه بمراقبه هلال شهر رمضان اللي مشكله من ائمه قيمين دينيين عدول باستئنافيه سطات، يعني تعذر رؤية الهلال شهر رمضان المبارك يوم غد الاثنين، وغادي يكون إن شاء الله الثلاثاء. كنشكركم على التواصل والتفاعل، وإلى اللقاء بث مباشر آخر.